زي ما بنقول دايما انه جيل بيسلم جيل، واحنا حابين النهارده ان احنا نسلم الرايه لاطفالنا عشان نعرفهم اجدادهم عملوا ايه ونشوف اكتوبر بعيونهم. لو تسمحوا ترحبوا معايا بالممثل الصاعد عمر شريف. عمر تفضل. تفضل يا عمر. مساء الخير، كل سنه وحضراتكم طيبين. انا عمر شريف ممثل صاعد. انا مبسوط جدا اني معاكم النهارده ومبسوط اكتر سياده الرئيس اني واقف قدام حضرتك النهارده. شكرا. مساء الخير يا عمر. الحمد لله. عمر انا عارفه انت عندك كام سنه، بس احنا حابين نعرف الناس انت عندك كام سنه. انا عندي 13 سنه. جيل جديد جدا فعلا. طب عمر قول لي، تعرف ايه عن حرب اكتوبر وانتصارات اكتوبر؟ انا ما كنتش اعرف عن حرب اكتوبر قوي يعني، بس لما عرفت اني هشارك في يوم عظيم زي ده قريت اكتر عن حرب 6 اكتوبر وعرفت ان احنا بنحتفل بالذكرى الخمسين اللي عدت فيها قواتنا المسلحه قناه السويس وحطمت فيها خط بارليف ورفعت علم مصر فوق ارض سيناء. طب يعني انا حابه اتقل عليك شويه يا عمر واقول لك ذاكرت ايه كمان. وعرفت كمان ان هي حرب سلام لاسترداد ارضنا، وما اعتدناش على ارض حد، عشان كده هي حرب سلام. صحيح. شكرا. عمر، هو في المدرسه بتحتفلوا باي شكل من الاشكال بانتصاراتنا في اكتوبر؟ بنعمل مسرحيات عن الحرب وملخصات عن حرب 6 اكتوبر، ودايما انا واصحابي بنتخانق عن مين يكون الجندي المصري، لان الجندي المصري هو اللي دايما بينتصر وبيكسب. الجندي المصري هو دايما بينتصر وبيكسب. بشكرك يا عمر. عمر شريف بشكرك. شكرا. كان يسعدني جدا اني واقف قدام حضراتكم النهارده، ويسعدني مره ثانيه يا سياده الرئيس ان انا واقف قدام حضرتك النهارده. شكرا. شكراً.